وحياه سيدنا النبي. قولي لي نفسك في ايه؟ كتير عليك يا ضنايا. ياما قولي واصرخي ومالكيش دعوه. انا عايزه كده لو ربنا فرجها عليك وجبت فلوس كتير. عايزه ايه؟ عايزه حج اشوف الكعبه ومجلس على قبر الرسول عليه الصلاه والسلام. وحياه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وربنا المعبود لا تنوليها. والله لا تنوليها يا ام. خدي مسكي مسكي. خلي الفلوس دي معاكي. ها يخرب بيتك سرقتها منين دي يا ما سرقتها يا ما الله يا ما انت كل كلامك كده بيزلف من لسانك وبتخلي الواحد يخرج بره شعوره يا ما تخليش الواحد يخبط فيك ويمسك فيك يا ما. تدب مين يا تدب مين يا ما مش كده يا ما. تدب مين يا ما؟ والله ما سرقتهم ما سرقتش حاجه. امال جبتهم منين؟ هقول لك ده الراجل اللي انا شغال معاه اداهم لي عشان خاطر اديهم لك عشان انا اما اسافر يعني ابقى مطمن عليكي. ربنا يزيده من نعيمه. امين. ربنا يكرمه. امين. ربنا يديله الصحه ويكفي شر العايه. امين يا رب يخليه. خلاص ياما. ايه ياما احنا هنشحت على الراجل في الحاره ياما. تعالى. ايه ياما؟ قرب. ياما عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ قرب. ايه ده؟ قرب. ده ياما بتعملي ايه ياما؟ بس وهادي اقعد ساكت. ايه تعال عايزاك. ايه ده مش كده ياما؟ ياما مش كده ياما. بس عايز بقول لك ايه حاجلك على وشك. ياما ما تنرفز ياما مش كده. ياما احنا في الحته ياما مش كده ما تفتشنيش قدام الناس. اقعد ساكت ياما. بتعملي ايه ياما مش كده؟ بس اخرس. طب انت عايزه ايه؟ اشوف انت مخسر منهم كام؟ يا دي ظنك السوي اللي مش هخلص منه ده. انا مش هخلص من ظنك السوي ده ياما. ايوه انتوا ياما انت عايزه ايه مني؟ وبعدين انا لو عايزه خنصر يعني ما انا ما كنتش قلت لك عليهم من الاول وكنت خدتهم كلهم. بقول لك ايه يا عبد الكريم؟ ايه؟ خد. ليه ياما؟ انت مسافر ينفعوك في السفر يعني امك. انا كده مبسوطه. انا اي شقه اخبط عليها اقول لهم لقمه واكل وكده هبقى مبسوطه. ربنا يخليكي ليا يا ام. ربنا يخليكي ليا يا رب. اسمع يا عبد الجليل. امور يا ام. خير في سلامه وسلامه في خير يعني امك. عظمه يا ام. اوعى تتغابى على المعلم بتاعك. حاضر. اذا قال لك شيمين حاضر يا اسطى. شيمين يا ام. قال لك يمال حاضر يا اسطى. يمال يا ام. كل حاجة حاضر يا اسطى حاضر يا اسطى. أما هو 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 مين اللوسطة اللي أنت بتتكلمي عليه ده؟ البيه السمح اللي كان عندنا في البيت لما البيت وقع عليه أنا وهو. ياما هو ده ياما هو ده اسطى ياما ولا ياما ده ناجي بيه عطا الله. عطا الله؟ أيوه ده مالوش زيه خالص. مالوش زيه خالص.